نعود إلى ذاكرة التاريخ، نستذكر معكم أحداثا شهدها مثل هذا اليوم 16 فبراير. ففي عام 1948 شهد الإعلان عن جمهورية كوريا الشعبية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي. وفي نفس اليوم من عام 1986 شهد إرسال فرنسا قوات إلى تشاد بطلب من الرئيس حسين حبري لمساعدته في التصدي لهجوم المعارضين. أما اليوم نفسه من عام 1992 فقد عرف مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني الأسبق عباس موسوي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وفي عام 1998 شهد هذا اليوم فرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية على آية الله منتظري في مدينة قم بعد أن انتقد ولاية الفقيه